نذهب إلى الولايات المتحدة هناك لمتابعة التطورات من نيوجيرسي. ينضم إلينا مباشرة موفد التلفزيون المصري مصطفى ميزار. مصطفى يعني أهلا بك أولا، وتطلعنا على تطورات عندك خصوصا وأن نيوجيرسي تشهد تقدم لكمالا هاريس، تقدم مبدئي على الأقل حتى الآن. تحياتي إليك إلهام وللسادة المشاهدين في كل مكان. بالفعل يعني لا يمكن الجزم بأي شيء، لكن أتحدث عن ولاية نيوجيرسي. بالفعل إلهام، أو بالفعل تقدم ملحوظ في الولاية لكمالا هاريس. لكن لو نظرنا إلى بعض الولايات الأخرى، يعني هناك ولايات حسمت بالفعل للمرشح دونالد ترامب. الحديث أيضا عن الفرز في هذه الولايات وعن الانتهاء من إجمالي التصويت. يعني لو أخذنا ولاية إنديانا، ولاية كنتاكي، ولاية يعني بعض الولايات الأخرى التي تحدث، كل هذه أيضا هي نتائج أولية إلهام. من الممكن أن تنقلب رأسا على عقب ما زالت الأصوات التي أرسلت بالبريد أو التي لم تفرز حتى هذه الآن حتى اللحظة، وتفرز بعد إجراء أو انتهاء الانتخابات. لكن على كل أحوال هناك تقدم ملحوظ، وولايات بعينها التقدم فيها لترامب يعني بنسبة تفوق، يعني الفارق ما بينهم أكثر من 10 أو 9% في بعض الولايات. لو أخذنا على سبيل المثال بعض الولايات في نيويورك وفي نيوجيرسي، لكن لو تحدثنا عن الولايات وولايات الجدار العازل لم تحسم حتى هذه اللحظة. ولاية حتى بنسلفانيا التي ربما تكون حاسمة في هذه الانتخابات لم تحسم حتى هذه اللحظة. الحديث مختلف والحديث متنوع حول يعني إجمالي عدد الأصوات الذي حصر حتى الآن، لكن في إجمالي عدد الأصوات طيب. التي تم مصطفى يعني أود أن أعرف يعني على أرض الواقع، هل المنافسة المحمومة بين المرشحين يعني تستطيع أن تلحظها في الشارع من خلال الإقبال على صناديق الاقتراع؟ بالطبع إلهام، لو تحدثنا عن الإقبال من قبل الجماهير، المحدد الرئيسي في هذه الانتخابات وفي هذه العملية ما يحب الأمريكي صالحه أولا إنجاز التعبير حول هذا يعني التعبير بالتحديد، وهو يعني وعد المرشح الرئاسي ترامب، وعد المواطن الأمريكي في حال انتخابه أنه سيعمل على وقف انهيار الاقتصاد الأمريكي، أنه وعد بأن ينهي الحروب المنتشرة حول العالم في الشرق الأوسط وفي إفريقيا وفي آسيا وفي كل مكان، وبالتالي سيكون له مردود كبير لدى الشارع المصري، سوري عفوا، لدى الشارع الأمريكي.